أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، ومحطتنا الآن رح نتعرف وإياكم من خلالها على موضوع الصحة الإنجابية وانعكاسات هذا المفهوم الواسع والكبير، المفهوم الذي يعنى بصحة الأسرة بدءا من مرحلة الجنين وانتهاءا بالمراحل الأخرى المتقدمة حتى نوصل لأسرة متكاملة من الناحية الصحية والسليمة والمعافاة جسديا ومعنويا بشكل عام. الصحة الإنجابية لها مكوناتها ولها معاييرها، وأيضا يعني كيف يمكن أن نستفيد من خدمات الصحة الإنجابية حتى تنعكس إيجابا على صحة أسرتنا بشكل عام. اسمحوا لي أعرفكم على ضيفتي الكريمة الدكتورة منال تهتموني، وهي مديرة معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة نور الحسين. أهلا وسهلا فيك دكتورة منال. أهلا فيك. أهلا دكتورة منال، موضوع الصحة الإنجابية زي ما اتفقت مع حضرتك أنه قلت لك الموضوع كتير كبير، ويمكن لما أنا أسمع بالصحة الإنجابية بتوقع تنظيم الأسرة، وسائل منع الحمل، يعني هكذا المفهوم اللي بتبادر لذهن الواحد لما يسمع كلمة الصحة الإنجابية. أنا حاب من حضرتك أخذ مؤشر لمحة سريعة عن الصحة الإنجابية، أنتوا كيف بتشوفوها كمدراء لصحة الأسرة والعناية بصحة الأسرة بشكل عام؟ تمام. يعني لما بنحكي عن موضوع الصحة الإنجابية زي ما قلتي للأسف عم نحكي عن مفهوم ضيق مثل ما احنا عم نشوفه. الصحة الإنجابية ترتبط مباشرة بصحة الأسرة، هي كل ما يتعلق بالجهاز الإنجابي، ولما بنحكي عن الجهاز الإنجابي ما بنحكي فقط عن المرأة، بنحكي عن المرأة والرجل، وبنحكي عن وظائف الجهاز الإنجابي، بنحكي عن فترات عمرية من الجنين وما يتأثر الجنين ببرامج الصحة الإنجابية، ونحكي عن المرأة، عن الطفلة، عن اليافعة، عن الشباب، سن الإنجاب وما بعد انقطاع الطمث. فبالتالي عم نحكي عن محور ومنظومة متكاملة من برامج الصحة. لما نحكي عن الصحة الإنجابية كمان يمكن بدأ يتغير مفهومنا للصحة، إنه مش هي بس إني أنا ما عندي مرض أو الخلو من الأمراض. مفهوم الصحة صار حالة متكاملة من الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وبالتالي المفهوم بدأ يتوسع كتير خلال العشر سنوات الماضية. لما بيحكي عن الصحة الإنجابية بنحكي عن كتير من الخدمات اللي بتتعلق بتقديم هاي الخدم بمجالات الصحة، نحكي عن كتير من المكونات. ناخد مثلا من الجنين، وإذا أخذنا كل مرحلة عمرية بنشوف قدي مدى ارتباطها بالصحة الإنجابية. بنحكي مثلا عن رعاية الحمل، وبعدها رعاية النفاس، وهي في مرحلة كتير مهمة كمان احنا للأسف مش عم نركز عليها، تنظيم الأسرة ومتابعة الأمراض المتعلقة بالجهاز الإنجابي. بنحكي عن صحة اليافعين والشباب، وإحنا عم نحكي هلأ قديه بمجتمعنا مجتمع فتي، وقديه هدول الفئة عم بتعرضوا لمشكلات صحية متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بصحتهم الإنجابية. عم نحكي عن قضايا مثل الزواج المبكر، عن الزواج القصري، عن بعض الإشكاليات المتعلقة بالنظام الهرموني، حتى بتدخل هنا عندنا التغذية وقديش علاقة التغذية بموضوع الصحة الإنجابية. نمشي أكتر بنحكي عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكتير حكينا عن الحملة الوطنية للكشف عن سرطان الثدي، نحكي عن كشف عن سرطانات أخرى ومرتبطة بالهرمونات مثل عنق الرحم، مثل المبيض وغيره من السرطانات. يعني قد ما أنا وسعت الدائرة وقد ما وسعت المفهوم قد ما أنا عم بحكي عن مفهوم الصحة. نعم، ولي بالآخر احنا عم نحكي على أسرة مش عم نحكي على فرد، لأنه تخيلي قديش ممكن تكون حياة الأسرة سعيدة إذا كل أفرادها أصحاء، وقديش ممكن تكون حياتهم مش سعيدة إذا كانت الأم بالتحديد أو واحد من هالأسرة صحته مش كويسة. فبالتالي احنا بنحكي على صحة أسرة. أنا بدي أستوقف حضرتك على موضوع الزواج المبكر، قديش أنتوا بتتعاملوا معاه، من أي منظور، قديش احنا الأردن تجاوزنا فكرة الزواج المبكر، وشو تصنيف الزواج المبكر من وجهة نظركم كجهات عاملة بصحة الأسرة؟ يعني الزواج المبكر يمكن في له كتير مسميات، في زواج القاصرات، زواج الأطفال، لأنه عم نحكي عن زواج بيتم لفتيات أو ذكور أقل من عمر 18. يمكن ليش تم اختيار العمر 18؟ لأنه بالقانون الدولي هو الطفل،
يعني معيارنا للطفل هو ما دون ال 18. ليش بنركز على موضوع زواج الأطفال أو زواج المبكر؟ لأنه هو انتهاك، أنا برأيي انتهاك صريح لحقوق الإنسان، يحرم الطفل خاصة لأنه معظم المتزوجين قبل عمر 18 هو من الإناث، يحرم الطفلة من حقها في النمو والتطور الطبيعي، حقها في التعليم، حقها في الممارسة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية. وإذا بنيجي على الجهة على الصحة الإنجابية، هو يحرمها من حقها في الصحة، وهي كلها حقوق إنسان. طب دكتورة، كل أمهاتنا كانوا يتزوجوا عمرهم 17 و18. تمام، كانوا يتزوجوا، لكن قديش كان في دراسات على تأثير الزواج المبكر على الأمهات؟ قديش كانوا أمهات بتوفوا خلال فترة الولادة؟ قديش في عنا أمهات كانوا يصابوا بالمرض خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة؟ كانوا يقولوا في مثل، يعني بيقولوا كل ولد بسن، يعني الفكرة قد كل ولد بسنة كمان، إنه كل ولد بسنة وكل ولد بسن، مزبوط. يعني بمعنى إنه الطفل بده سنة على الأقل زي ما قلتي أنت، حتى أقدر الأم تقدر تنتقل من مرحلة الحمل وتكون جاهزة لاستقبال حمل آخر. وبنفس الوقت قد هذا في عبء كبير على جسم المرأة اللي هو السن، يعني عم نحكي السن بمعنى العظم والمخزون الغذائي للمرأة، قد عم بتأثر. فإحنا عم نحرم طفلة أصلا لسه تكوينها الجسدي والنفسي والاجتماعي والثقافي ما زال غير جاهز لمالية الحمل والولادة وتأسيس بيت. هلأ بالمقابل يمكن احنا بالأردن قطعنا شوط كتير كبير بتحديد السن القانوني للزواج اللي هو 18 سنة. للأسف ما زالت أرقامنا بنفس المستوى، عم نحكي عن 12-13% نسبة الزواج المسجل رسميا هو لفتيات ما دون 18. إذن وجود القانون ما أثر للأسف على ممارساتنا الاجتماعية. طب ما منعهم؟ ما منع الزواج المبكر؟ لما بتتركي نافذة في القانون استثناء ويصبح للأسف الاستثناء يمثل 13%، الاستثناء اللي هو تقدير من قام بتوثيق الزواج، يعني بمعنى القاضي الشرعي في عنده مساحة يتحرك فيها ومبررات للزواج المبكر. وعم نحكي عن 12-13% في مجتمع مثل مجتمع الأردن لم تتراوح هاي النسبة خلال السنوات الماضية، رغم كل التوعية وكل الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية، ما زلنا عم نحكي عن نفس النسبة للأسف. طيب يعني ما فيش تغيير في نسبة الزواج المبكر في الأردن، ولا في نسبة للأفضل؟ ما في تغير للأفضل، يمكن عم تتراوح بنفس النسبة خلال السنوات الماضية. طيب شو الجديد في الصحة الإنجابية كبرنامج عندكم؟ شوفي، يعني يمكن أنا بدي أنطلق من المفهوم الجديد زي ما قلنا للصحة الإنجابية. بدينا ننظر للصحة الإنجابية مش بس صحة جسدية، بمعنى انه الصحه الجسديه النفسيه، هل عم نحكي عن منظومه الصحه الجسديه والنفسيه والاجتماعيه؟ انا الصبح اذا كان في عندي مشكله معينه اجتماعيه او اقل ما فيها، يمكن الشارع اللي انا بطلع منه على عملي مغلق لسبب ما، هذا عم بياثر على يومي كله، عم بياثر على صحتي، صداع وبطني بوجعني وظهري بوجعني، فما بالك بمنظومة الصحة بشكل عام. بدينا ننظر للبيو سايكو سوشيال موديل، بمعنى التدخل من خلال مفاهيم النفسية والاجتماعية والصحية. الصحة الإنجابية بترتبط بشكل مباشر بهذا المنظوم، لأنه رعاية الحمل هو استعداد ليس فقط جسدي للحمل، هو استعداد اجتماعي وثقافي. لازم أكون أنا راغبة بالحمل عشان أقدر أني أمشي بعملية الحمل اللي هي تعتبر فسيولوجية وطبيعية بشكل طبيعي. عدم الرغبة، أو عنا إحنا مثلا تقريبا 30% عم نحكي عن حمل غير مرغوب فيه من نسبة الأحمال اللي موجودة حاليا في الأردن، وبالتالي قديش الأم عم تتأثر بهذا الكلام. لما باجي بحكي عن طفل وليد، طفل جنين، طفل ذكر أو أنثى، قدي هذا الكلام بدأ يأثر على منظومة الصحة الإنجابية، وعلى قديش المرأة الحامل عم تاخذ خدمات صحة إنجابية بالنسبة لإله. عم ندخل كمان من منظومة الحق بالصحة. أنا لما بروح على مركز صحي بروح من منطلق محتاجة أخذ خدمات مقابل حقي أخذ خدمات ذات نوعية. أعتقد المفهومين كتير بيختلفوا عن بعض. حقي أخذ خدمة
واجبك انت انك تقدم لي هاي الخدمه بشكل نوعي وبظروف وبيئه مناسبه لإلي تضمن احترامك لإلي، تضمن السريه والخصوصيه اللي هي اقل مبادئ من مبادئ تقديم الخدمه، مقابل انه انا جاي اخذ لانه محتاجه هاي الخدمه. انت رحتي للمراكز هذا هلا قديش انتوا لكم علاقه فيهم؟ اكيد يعني احنا بنشتغل بشكل تكاملي. طب اذا قلت لك انا ما رح اعمم بس انا ممكن احكي لك عن الاستياء اللي بيصير بهاي المراكز اللي بتقدم الخدمات. هلا مفروض كل مواطن اردني مؤمن صحيا يعني يروح لهالمراكز، وخصوصا مراكز امم الطفوله اللي انتم عم تشتغلوا كثير على كوادرها وعم تشتغلوا كثير على نوعيه بدءا من اللولب، مش هيك؟ وبتشجعوا الستات على استخدام اللولب لي أو وسائل تنظيم الأسرة حتى يصير عنا في تباعد بين الأحمال. هلا بتروح الست لهناك لا تعامل بشكل إيجابي وجيد، بتعودش تعيدها. إحنا بدنا تغيير في وجهة نظرهم وفي تدريب هالكوادر للتعامل باحترام مع الإنسان اللي جاي عندك. أنا مش جاي أشحد ولا أستجدي المراكز، وأنا ما رح أعمم حتى أنا لا يساء فهمي، لكن هناك كثير، وأنا شفت أحد المراكز تتعامل مع السيدات بمنتهى الإشي اللي ما بتحبي تشوفيه حضرتك. نعم. هلأ إحنا قديش بدنا نكون إحنا نأهل هالكوادر؟ يا عمي ابتسمي، معلش ابتسمي شوي. أنت بتاخدي راتبك لأنك أنت موظف في هذا المركز اللي هي جاي تستفيد منه برضو. كمان يعني بدي أرجع مرة تانية زي ما بقول لك، المفروض تقديم الخدمة، احنا كلياتنا مقدمي خدمات صحية، ونقدم خدمات صحية مش الطبيب والممرضة، هي الاستقبال اللي موجود برا، هو الحارس اللي موجود على الباب الخارجي للمركز الصحي. إذا انطلقنا من مفهوم تقديم الخدمات الصحية بمعنى الحق في الخدمة الصحية النوعية، هذا كلياته رح يتغير، لأنه في مبادئ أساسية بتقديم الخدمات زي ما قلت الاحترام. إذا أنا ما احترمت متلقي الخدمة، ما احترمت رأيه، ما احترمت اتخاذه للقرار، أنا ما رح أقدر أقدم هاي الخدمة. نعم. عملية اتخاذ قرار بإني أروح وأخذ مستوى اللولب، أنت عم بتقولي لي عن اللولب، قرار إني أنا أخذ اللولب أو أستخدم اللولب لتنظيم الأسرة هو قرار للسيدة المستفيدة منها وزوجها وفقط، هو مش قراري أنا كطبيب ولا قراري أنا كمقدم خدمة. عملية أخذ الخدمة بتمر بمراحل كتيرة، أول إشي التوعية والمعرفة بالمشكلة وأنا شو اللي بدي إياه. أنا عندي رغبة بتنظيم أسرتي، عندي رغبة بالمباعدة بين الأحمال. ببدأ أخذ معلومات بستقيها من الإعلام، وانتم طبعا مش مقصرين بهذا الكلام، بستقيها يمكن من بعض البروشورات اللي موجوده عندي، وهلا كلياتنا على النت يعني بنحط على الجوجل وبنكتب تنظيم الاسره. الله يكثر خيره هالجوجل. بالضبط، صار عندي بعض المعلومات اللي موجوده اللي بقدر اني استفيد منها لاخذ القرار. واجب مقدم الخدمه بكل المراحل اللي بتقدم فيها مساعدتي على اخذ القرار وليس اخذ القرار عندي. هلا بنحكي عن مبدا اسمه المشوره. المشوره هو حوار تفاعلي بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة. المشورة إني أنا أسمع وأنصت للمرأة اللي قدامي، للمستفيدة اللي قدامي. إذا أنا ما عرفت مين هي، احتياجاتها، رغباتها، خبراتها السابقة، ظروفها الاجتماعية والنفسية، ما بقدر أقدم الخدمة. بنتمنى أن يكون هذا موجود في مراكزنا. على كل حال موضوع الصحة الإنجابية من المواضيع المهمة واللي إحنا بنحب نضل نوعي فيها. دكتورة منال، إن شاء الله إلنا لقاءات قادمة في هالموضوع، لأنه بتهمنا صحة المرأة حتى تنعكس على صحة الأسرة بشكل عام. دكتورة منال تهتموني، شكرا جزيلا لحضرتك وصباحك طيب. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. أهلا وسهلا.